بعطيكم خبر جيد حق الناس اللي ما تستغني عن الصبغ. لا تغركم الحالة هذه اللي قاعد أوريكم إياها، هذه حالة قبل شهر معروضة في الأمريكان أكاديمي لرجل عمره 60 سنة، صبغ شعره، حاشة مثل الحالة، هذا صلع شامل في الرأس من الصبغة، نسميها ألوبيشيا توتاليس. أوكي، طبعا هذا بعد شهر من الصبغة شعره حيل طاح، بس دائما لما يتساقط الشعر بسبب الصبغة الشعر ما يروح للأبد، البصيلات تبقى حية وترد بعد العلاج، ترد طبيعي، شعره يرد طبيعي ويرد كثيف بعد، فيكون مؤقت، مو مثل تساقط شعر هرموني وراثي اللي يكون إلى الأبد شعر، فيحتاج علاج من نوع آخر. وطبعا هذه الحالة معروضة وطبعا تعتبر نادرة، وأنا شفت أذكر قبل سنوات شفت نفس الحالة هذه حق امرأة كبيرة، امرأة كبيرة كانت مقعدة ما تمشي ومسوية صبغ للشعر وحاشها أيضا تساقط شعر، يعني ألوبيشيا توتاليس، الشعر كله طاح تقريبا مثل الحالة هذه، وعطيناها ديرموفيت كريم في الشعر في الرأس، خلال شهر واحد رد شعرها طبيعي مرة ثانية. فما أدري هل الصبغ بالنسبة للكبار يعطي رياكشن نادر، ما أدري. المهم هذا من الأخبار الزينة، مهما وصل فيكم رداءة الشعر بعد الصبغ إذا مشيتوا بالنصايح اللي أقولها لكم دائما راح يرد الشعر سليم إن شاء الله، لأن التهالك والتساقط من الصبغ يرد، يعني reversible، يرد، مو مثل أنواع الأخرى من تساقط الشعر خاصة الهرمون الوراثي اللي يكون forever. يعني عموما يعني هذه بس مقدمة لموضوع إن شاء الله راح أطرح لكم وأتكلم عنه مرة ثانية عن الصبغ، أعطيكم التفاصيل الدقيقة شلون نعتني في الشعر قبل وخلال وبعد صبغ الشعر وسحب الأكسجين والأمور هذه كلها إن شاء الله. فقرة الأسئلة، هذه أسئلتكم سجلتها عندي بورقة وإن شاء الله راح أجاوب على سؤال أكيد إيش كثر منكم، وأنا قاعد أجاوب على الأسئلة راح يكتشفون عندهم مشاكل راح أعرضها في البشرة والشعر وأجاوب عليها إن شاء الله. شاب قاعد يسأل يقول عندي حساسية من صبغ اللحية، شو تنصحني؟ أنصحك تصبغ لحيتك في صبغ يكون مكتوب عليه خالي من PPD، free of PPD، لأن هذا PPD هي المادة اللي تهيج وتحسس البشرة أو الشعر أو الفروة أو اللحية من الصبغ. واحدة تسأل تقول أروح مع أهلي أسبوع واحد نطلع شاليه وما كلهم استانسون إلا أنا ما أستانس، لأن الشمس تسبب الحبوب وحساسية ومشاكل كثيرة، فشنو ممكن أسوي؟ انصحني بكريم معين. طبعا أنصح تحطيني كريم حماية بالشمس لكن مو كافي عشان يمنعك من حساسية الشمس. في شيء في الجلدية إحنا نسويه نسميها بروفيلاكسس دوس، نعطيهم جرعة خفيفة أو قليلة جدا من الكورتيزون حبوب لمدة أسبوع قبل الإجازة، مو أثناء الإجازة، قبل الإجازة. يعني تبين تروحين الشاليه بعد أسبوع تأخذين من اليوم مدة 7 أيام، بعدين تروحين الشاليه مدة أسبوع، راح يحميك من أضرار الشمس وحساسيتها. والحلو فيه إنه ما له أضرار جانبية، نسميه شورت كورس، وهذا يعني بروفيلاكسس وما راح يضرك وما راح يسبب لك مشاكل. إذا كان أسبوع تأخذين على المدى البعيد تبدأ مشاكله، لكن أسبوع واحد ما راح يضرك، هذا شيء يعني موثق في الجلدية. فلا تحاتين من حبوب. فتاة تقول فيني وردية وعندي تصبغات، شو تنصحني؟ لأن ما أقدر أستخدم الخلطة الثلاثية، الخلطة الثلاثية أكيد ما راح تستحملينها لأن تحتاج بشرة تكون مو حساسة، مدامنا فيك وردية حساسة، شنو الخيارات الأخرى؟ عندك شغلات ما تهيج البشرة مثل فيتامين سي، مثل كريمات فيها أربيتين، ومثل الكريمات أحماض الفواكه بشكل عام. الحلو فيها الخيارات هذه اللي ذكرتها كلها، الحلو فيها انها ما تهيج، وطبعا اللي ذكرتهم كلهم امنين للحوامل على فكره، يعني كلهم ما يهيجون. اللي شين فيهم واللي مو زين فيهم انهم اقل فاعليه بالتفتيح ونتائجهم اقل من الخلطه الثلاثيه. ايضا الشين فيهم ان غاليين بالسعر شوي مقارنه مع خلطه ثلاثيه. اوكي، هل راح يحوشني من البوتوكس ترهل او من الفيلر ترهل؟ اكثر من مره سمعت السؤال هذا. البوتوكس اكيد ما يسبب ترهل ولا الفيلر اذا انحقنوا بشكل صحيح. اما الاوفر اوجمنتيشن لما يسوون تفخ زياده عن اللزوم، لما يتم حقن الفيلر بزياده وشكله يكون حيل غريب، هني ممكن يسبب ترهل في البشره.
لكن بشكل عام 99% من الناس بايحوشهم ترى من الفيلرز ولا البوتوكس. بالنسبة للمسامات، في بنات مشوا على وصفاتي اللي دائما أوصفها لعلاج المسام، والحمد لله أشوف النتائج حلوة. وبصراحة للأمانة توصلني بعض الرسائل من بعض البنات يقولون ما نحب إحنا كريمات ولا عناية، يعني بنات عمليات ما يحبون الكريمات، ما يحبون يستخدمون شغلات يعني بشكل يومي. وفي بنات يقدرون. بالنسبة للشريحة هذه اللي ما تحب تستخدم كريمات وما تحب تستخدم العناية وعمليين زيادة على اللزوم، دائما يطلبون مني اسم جهاز يعالج المسام، لكن يدرون ان النتيجة مو دائمة وانه مكلف شوي، لكن يبون اسم الجهاز هذا. من ضمن الأجهزة هذه اي جهاز اللي فيها الراديو فريكوانسي، من ضمنهم جهاز السكارلت، هذا هو الجهاز اللي يعالج المسام، لكن نتائجه حطوا بالكم انه مو دائمة. فدائما خير الأعمال أدومها. فأنا أحب نستخدم العناية اليومية والكريمات التقشير. الآثار الحمراء اللي تطلع في البشرة وتشوه الوجه، سواء كانت حبوب حمراء محتقنة أو ندب حمراء مرتفعة أو حفر حمراء، شكلها مو حلو، لكن الحلو في الموضوع إن علاجها سهل. علاجها عن طريق مرحلتين، لكن ركزوا بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي أهم في علاج هذه الآثار أو هذه الحبوب الحمراء أو الحفر الحمراء. المرحلة الأولى من العلاج نستخدم ليزر اسمه PDL، هذا abbreviation حق البلس داي ليزر، واسمه ليزر الأوعية الدموية. يقضي على الشعيرات الدموية، يغذي الحبوب الملتهبة الحمراء أو الندب المرتفعة الحمراء أو الحفر الحمراء. فبعد جلسة أو جلستين بالكثير راح يخف الاحمرار بشكل كبير وتصير شكل البشرة ألطف وأجمل. بعدها ننتقل إلى مرحلة ثانية. أنصحكم حيل بالمرحلة الأولى هذا من العلاج، وهذا الليزر تلقونه متوفر في أي جلدية، في أي مركز جلدية، في أي عيادة جلدية خاص، تحصلون في كل مكان، ما يبي لفن، لذلك هو أسعاره حيل مناسب لأنه ما منه أي مشاكل وأي طبيب يقدر يستخدمه. فهذه المرحلة الأولى من العلاج. بعدين ننتقل إلى المرحلة الثانية من العلاج. المرحلة الثانية فيها تعقيد شوي، لكن لا يهمكم هذا التعقيد، أهم شيء عندكم مرحلة أولى. المرحلة الثانية عاد إذا كان في مثلا حفر نستخدم نوع ثاني من ليزر اسمه فراكشن ليزر، إذا كان في تصبغات نستخدم كريمات تفتيح، ممكن جلسة تقشير كيميائي، وإذا كان في مثلا الحبوب مو حمراء لكن كبيرة وتعور شوي ممكن نستخدم لها كريمات مثل أبيديو أكريتين أو حبوب الراكتان أو المضاد، على حسب شنو السيناريو الموجود. لكن أهم شيء المرحلة الأولى من العلاج واستخدام ليزر الأوعية الدموية، لأنه هو راح يحسن الشكل ومظهر العام بشكل كبير، وممكن أحيانا ما تحتاجون المرحلة الثانية، فقط المرحلة الأولى راح تكون كافية للعلاج وتوصلوا لمرحلة حلوة وبشرة تكون صافية من غير ما نستخدم علاجات المرحلة الثانية. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب. عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.